إذا بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. الاسم بابوي للسالك والعبيد، عمدة بلدية الملك، عضو في حلف الأصالة والمستقبل، المؤسسين برئاسة سيدي محمد بن محمد أحمد بن محمد الراضي، واللي من أقدم الأحلاف في الأصابة هون إلى ما خانتني ذاكرة. وانا زاد انا من اقدم العمد هم، لان هذا هي مالتي الساتة، ولله الحمد ما قطع عليه الشوط، وعندي مصداقية في البلدية اللي عندها مرجعية معروفة، واللي سكانها معروف عددهم، معروفين مصوتينها سابق 2023. هاي الخرجة الهدف منها هو عدة مسائل. المسألة الأولى واللي هي الأهم، تهنئة فخامة رئيس الجمهورية على نجاحه في هذه المأمورية الثانية المستحق، لأن المأمورية الأولى اصطدمت هي واجعة إلى للأسف في 2019 و2020 بمرض كوفيد. على الرغم من ذلك قطعنا لبر الأمان من خلال الحكمة وتوفيق من الله، والسنة الثالثة بدها واخذة من ذلك الصحة لا فهم تعرجح طبيعة الحال. السنة الخامسة طبيعة الحال إنها سنة انتخابية، معناها أن أراجي له الله تبارك وتعالى التوفيق في هذه المأمورية الحالية، لأنه زاد هو يرأس الاتحاد الإفريقي وعنده ياسر من الانشغالات. بعد مقرش فيه متأكدين عنه إن شاء الله تعالى هذه المأمورية، لكن النواقص كاملة والتعهدات اللي تعهد بها الدور إن شاء الله تجسد على أرض الواقع في هذه المأمورية. الهدف الثاني من أجل نقول للرأي العام هذا الواقع اللي وقع في الانتخابات في بلدية المرقة. بلدية المرقة بلدية متوسطة، ساكنتها تقريبا 10592، هذا هو كان تعدادها، وكانت فيها سابق 2023 مسجلة فيها 4300 مع الترحيب، مع مرحلة شيء منها ما هو ياسر. وهذا اللي نقوله عنده مراجع به اللي عند السنين، ومازال عند وزارة الداخلية، وعند مثلا ما هو قاعد لا أقول أنا وحدي، هذا حد يبقي يتأكد منه لا يسول عنه، عنده مراجع معروفة. لين 2023 ترشحوا معنا عدة جهات، وأساسهم اللي قال له حلف الوفاء، وسجلنا تقريبا 3750 شخص نجيبهم من مسجلة عن بعد. هذا 3750 يا للأسف ما سجلت، ما رجعت البلايص هل كانت فيها. وهذا اللي نقول زاد مولي لا عندي له شيء، قال لي اللوائح موجودة وقال لي مولود الشخص موجود على اللائحة، لا إيمان واكشور، إما الشنقيطي، إما ساني، إما العيون، وهذا موجود عندنا، ما هو رواية مثلا يحصل فيها الكل. يعني نقول عن المرقة بمقرها، مقر ساكنته ما هي ياسر، وحد شاف يعرف انها ما هي ياسر، تتألف من تقريبا 150 سكن الى 140 الى ذاك القدر. وهذا بطبيعة الحال لا يوجد فيها الا 300 رجاج تقريبا، وهي اللي تزرق عادة 4 مليوش. وانا 2023 جابر 4 مليوش. حالا ذا اللي خرج عن المرقة اللي بلا ساكنة، مقر البلدية سجلت فيها 2023 1700 زائد 1959، هذه 1950 زرقت منها حالا 344، 90% منها زرقت غزواني فخامة رئيس الجمهورية. وهذا اللي يقول عندي له الأدلة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لأن يامس موجود فم، لا أنا هو الواقف فم وقايد فم، وهو اللي نضيع فيك الناس الكامل، وهو اللي نعلمها. سأل الأخرى عن هذه 7000 زيادة اللي في المرقة اللي طرعت لها، إنها 3000 وشي، عن مقر البلدية اللي بقى منها 1000 زائد 1100 وشي، هذه 1100 وشي ما انجابت، ولا كان فم حد قدامها باني خيام يدورها الجيلي، ولا كان فم حد يجهزها من الحلف الوفاء نهائيا. اللي كان فم موجودة لا احنا بانينا خيامنا ومقراتنا،
اللي يسرق، لا الشعب المتمردي اللي يسرق فيه، ما جا حد ثاني يسرق. هذا من ناحية. الناحية الأخرى، أنا مكتب فمي قالوا مكتب الكون عامل أول قرقت فيه ألف زايدة شوي، كانت أصلا إلى 2023 فيه 250 ولا 260. هذه ألف بقيت منها، ألف بقيت منها 700 زيادة، 700 زيادة اللي سرقنا إحنا عام الأول 124، لا 159 سرقت لنا راك، هي اللي سرقت 200 بعض 224 هي اللي سرقت لنا إحنا راك. معناها اللي سرقوا في الكون لا قاعدة إحنا الشعبية، ما نزاد ناس أخرى ما جات ولا سرقت ولا انجابت، أمر اللي معروف. إذا كاتب الأخرى اللي سرق فيها لا 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 الأصالة إلا الأصالة والمستقبل. أنا اللي أقول عندي عليه أدلة، أنا البلدية هي الفلوس الزيادة اللي سرقت، الفخامة رئيس الجمهورية كل حد يعرف إنها سرقة، لها لها من قاعدة الأصالة والمستقبل. ما فهم حد ثاني يعاوننا في الزرق، ولا فهم حد جاب خلقه، وعندنا عليه أدلة. الناحية الأخرى، هذا السباق الدخلي على أرض الواقع، ما هو طبق على أرض الواقع. كل يقول أنا لا نجيب وناس لا تزرق، حق إحنا كنا في تنافس على أرض الواقع وأنا لا نجيب. يا غير شاف إن إحنا هم مقابضين الأولوية، وإنهم شاف إن هم اللي هامين البلدية، اللي بلدية أنا من حزب الإنصاف، وهربوا علي قدر من رجال الأعمال وجابوا لي 3700، قال ما قد يهزموني، بقي قاعدتي موجودة والمرجعية اللي معايا موجود، ما قد حد يهزمني. بقي اللي ذي الناس اللي كانت مشوبة كيف صار، بقي منها ياسر ما جاء عام الأول، اللي جابوا خلقهم كامل عام الأول يهزموني، بقي اللي أنا عام الأول هزمتهم ب 738 شهر. معناها أن الأمور يدور حتى حد يعقب يعد الخرجة إعلامية ويتكذب اللي نقول أنا، غير أنا اللي يكذبني يجيب المحاضر، محاضر بلدية المدينة، ما بس طاعت حد يعود يراك عنده محاضر بلدية المدينة اللي عندي أنا صيفتها، ولا اللي نقول هو مركز يقول ثقيل عند واحدين يقول ما هو متمونك عنده، ويا للأسف ما كنت تبقى نعدل ما كنت تبقى نقول، ونقول لأن نسعود ماشى الناس كاملة في بلدة تقير شفت الواحدين يقدر يعودوا لا يقولوا شي من الأمور، نختير نعود سباق في الحقيقة، ونعود ذاك الشخص بعد الله يكذبني أنا، نختير لا يعود عنده أولا شي لا يكذبني به الأرض الواقع. يعني هني اللي نقول عنده مصداقية وعنده حقيقة وتاريخي ومطبوع وشاكر بعد للأمانة منسق العام للحمل الفخام في رئيس الجمهورية على مستوى ولاية الأصابع، وشاكر المنسق مقاطعة كيفة ومنسق بلدية المرقة على حماسهم وعلى تفهمهم للأمور، وعلى أنهم ما بخلوا شيء من أجل يساعدونا في المهمة اللي جاوهم من أجلها، واللي لحقونا إحنا قدامهم جاهزين من أجل تجسيدها لأرض الواقع. لأن إحنا ما نواب من فخامة رئيس الجمهورية يزرقولو تزرق له قاعدة الحلف اللي قالوا الأصالة والمستقبل، وظهرت من خلال مهرجانات لمجيء الرئيس، وظهرت من خلال مهرجان الختامي أن عندنا قواعد ثابتة. هذا الشيء أعطاهن مولانا حق اللي له 30 عام والله ذاك تقريبا من تأسيس للحلف اللي هو عاد فهم قدر من الأحلاف في الأصابع، ولا في حلف ما عنده قواعد شعبية، وهذا معروف طبعا. وكنا متنافسين كامل من أجل فخامة رئيس الجمهورية ينجح. غير تقاعس بعض الأحلاف عن مواكبتنا في البلدية تترك كامل ما كان عندنا يوم ماضي، وهذا عندنا أدلة كبيرة وواضحة، وراجب الله التوفيق إن شاء الله، وإن نتوفوا مستقبلا نعود ذاك الله ينعدل ويعود عنده مصداقية، ونعود نعدله وجسده إلى أرض الواقع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.